اللي على رأسه ريشة. تعرف على قصة المثل الشعبي. أكثر رواية اتفق الكثيرون أنها وراء إطلاق هذا المثل كان بطلها لص ودجاجة. وفي هذا الفيديو نلخص حكاية هذا المثل الشعبي. سرقت دجاجة من أحد سكان القرية، فذهب الرجل إلى شيخ القرية ليشكو له من حالته ومدى اعتزازه بهذه الدجاجة. فأمر الشيخ بجمع سكان القرية وبدأ يسرد أن دجاجة الرجل سرقت، وبدأ حديثه بأنه يعرف السارق وأن لم يعترف سوف يفحص عن اسمه أمام أهل القرية. وبات يستشعر بحكمته ردود فعل الناس، حتى بادره واحد من سكان القرية بسؤال: هل أنت تعرف السارق؟ فأجابه الشيخ: نعم. فقال له: هل هو يجلس معنا؟ فقال الشيخ: نعم. فقال الرجل للشيخ: وما شكله؟ فقال لهم: على رأسه ريشة، في إشارة منه إلى أنه عندما أخذ الدجاجة علقت برأسه ريشة. فقام السارق دون أن يشعر بتحسس رأسه، فعرفه الجميع وانكشف أمره. فخرج القول: اللي على رأسه ريشة، ثم تطور بعدما تداوله الناس وقالوا: اللي على رأسه بطحة. هل كنت تعرف هذا المثل؟ شاركنا في قسم التعليقات.